طبيعة الحال ملي احنا مازلنا ساكنين في الباديه والبلدي معاه كبرنا وحنا اللي حنا شنو نقول لك من الجمهور من المحبين ديال الشيخ بعويت الله يرحمه. كنا ملي سمعناه تيغني البلدي تاثرنا بداك البلدي ديالو وداك الشيء باش عجبني حتى انا نخدم البلدي كيما نيت كان يخدموا هما بالتعريجه والطار والدربوكه وهذا الشيء ديال البلاد.